جيت بحثينا قبل أحكينا وحكيتونا على برنامج لتمويل بعض المشاريع الصغرى، وين وصل البرنامج؟ ما قلنا ما شوية برشا مش حسب البرنامج الحقيقة. حتى في 9 أفريل مشيت أنا في منطقة سيدي بوزيد ومولنا من ليدان زادة انفيرميري، وعطينا شوية هكا قروض صغيرة لبعض النساء باش ينتصبوا لفائتهم لحسابهم الخاص. بقى مش حسب البرنامج الواعد اللي كان عندنا، لأنه هذاك كنا نعملوه قادرين، أي كنا قادرين نعملوه وما زلنا قادرين نعملوه. بقى ما تنجمش تبني وقت اللي انت عندك معناها هالاشكالات الداخليه هذيك ديما تجبدك. انا قلت لك كما كنت انت تحكي، معناها ناس ماش قادره انها تتنقل من مقر سكنها لمقر العمل باش يجي هو يقعد يواكب في هالبرامج وهالانشطه هذيا، صعيب. وذاك علاش الخدمه نتاعنا على المستوى الوطني نحكي لك ديما لي ديفيزي بار سيبا بارديس. لكن رغم صعوبات هذه انكم تكونوا موجودين سدجا في الجهات نخدموا، فما بعض القروض، فما بعض التمويلات، فما صغيرات، لكن موجودين. على مستوى الوطني هو اللي نشاطنا محل شوية، معناها يمشي بشوية بشوية بشوية. وبركة توا احنا حكينا في الأوف، انت سألتني على التعطيل على مستوى تقريرنا المالي، لأنه ما وقعش تقدير قيمة عقاراتنا. نحب نقول للناس اللي قالت الكلام هذا أنه السيد وزير أملاك الدولة نفسه في أحد زاد لقاءاته قال غير قادر أنه يقيم قيمة الأملاك اللي راجعة للدولة التونسية. البارحة زاد أحد السادة الوزراء اللي هو جزء من الحكومة التونسية يقول هو غير قادر على جرد ممتلكات الراجعة للبلديات، والبلديات نفسها غير قادرة. وهذوم وينه المسألة مش غير قادرين بمعنى عجز، لكن بمعنى أنه يطلب منهم وقت ويطلب اختبارات وغيره. وهذوما ناس عندهم الإمكانيات وهذوما وزراء ولا دولة، فما بالك احنا منظمة معناها غير حكومية. قلنا راهم هاو جرد لممتلكاتنا، هاو قيمتهم اتيتر ابروكسيماتيف، لكن بتقدير بمعنى اختبار وغيره رانا غير قادرين، لان المسألة مربوطة بالفلوس مش مربوطة بعجز، وانما مربوطة بمالية. احنا نعرفوا ممتلكاتنا شنية، بعثنا فيها قوائم وانتهى. اذا انت تحبني نقيمهم يلزمني خبراء ويطلب مني برشا فلوس. وهذا بالعكس دلالة على أنه الاتحاد في الباسيف، معناها في الاكتيف متاعه عنده باتريموان، والباتريموان متاعه كبير. ويطلب معناها خبراء وغيره. معناها إذا تتصور أنك مش عطيني فلوس وذوك مش ترهانهم، عندك ما يسمح لك معناها بعض الأوئلة معناها. وحتى عنا بعض العقارات المرسمة. ورغم هذا الكل نحب نزيد نقولها عندك الضمانات، احنا نقوله ونحب نقول رغم وضعنا هذا رسمنا أكثر من عقار، رسمنا دوز أبارتمون في سوسة ودوز أبارتمون في مستير وأنا أبارتمون في وعقار بثلاث طوابق في ولاية بن عروس. معناها شوفوا الاتحاد الوطني فانا وضعية ايه مع ذلك رسم عقارات وخلص، معناها نقولوا رسم معناها عمل اجراءات وخلص فلوس متعهدة بذمته باش نوريه كونه احنا رانا ساعين. انا نسعى ونوري لابون فوا وحسب الامكانيات الماليه والبشريه اللي عندي، لكن انت زاده توريني لا بون فوا تخلص هالناس هذوما. اللي الملف الاجتماعي هو ملف انساني، وملف الاتحاد هو ملف منظمه ما عنده حتى علاقه هذا بهذا. من تجربي ما فماش لوم صغير ولا عتب صغير، احنا توا نحكيو حتى في الجانب الاجتماعي من النساء اللاتي معناها عندهم حاجه مع الاتحاد اليوم، هم معناها موجودات في الحكومه اليوم. وقت اللي نقولوا عزيز احتيره شده سيبكس مركز النهوض بالصادرات، عزيز احتيره كانت ان سيغتان مومون على راس الاتحاد كما انت اليوم، الا تتدخلنا النساء هذوما ويحاولوا يلقاو مخرج للاتحاد، ما تلومهمش؟ لومهم بيان سور، لومهم. مدام عزيزه كلمتها معناها ما نخفيش عليك، كلمتها في الاول مش كان هي، معناها هي ومدام كافي الكل معناها الرئيسات القدم، وعملت اجتماع دعيتهم اجتماع في الاتحاد لقدماء الاتحاد وحكيمات الاتحاد من اجل انه يشوفوا معنا. هو مخرج للمشكله هذه؟ بون البعض منهم يقول لك انا الموضوع انا خرجت منه الاتحاد معناها ما عادش يعينيني، او هاني نعاونكم اما من البعيد. فوالا معناها هذا هو لو تيرم اللي اذا اوني بوزيتيف نعاونوا من البعيد، او هنا نعاونوا. بون مدام عزيزه تقول انا والله نعاون فيكم،
كيفاش ما نعرفش مي انا نعاون فيكم سي شو انا ما غير لو ما معناها خلي نعاتبهم وكهو اذا فما زاده كيف كيف اذا فما نساء بنات الاتحاد خاطر انا ابريتو مانيش بنت الاتحاد انا متبنيه قضيه الاتحاد متبنيه قضيه وطني اما اذا انت بنت الاتحاد ودمك الاتحاد لازمك تكون عندك عركه مكشوفه ما نعاونكش لا من البعيد لا من انا نجي نعارك على منظمه نسائيه انا تراستها وانا خدمت فيها واذا سي فوزافي كلك شوز ا ميربروشي انا رئيسه سابقه ونقول لك انا لاكتيف نتاعي زاد اكبر من الباسيف شوف انا شنو عملت وراسي في السماء وذاك علاش انا توا مسؤوله في البقعه الفلانيه والفلانيه وراها وهالمنظمه هذه عندها مزيه كبيره عليها هذا زيد هذا عتابي لهم لانه مش كان الرئيسات زاد حتى عضوات المكاتب التنفيذيه الكل منفضوا من حول الاتحاد لانهم وقت اللي راهو خافوا بيان سور لانه في الاول الاستهداف الاتحاد بمعنى استهدافهم هما فالناس كل هربت حاليا ولا فما مصالحه ولا فما رؤيه اخرى للامور وما عادتش تهمه انه كنت تجمعي وما عادت جريمه والناس كل ولات عقلاء ولا تفهم كونه نعاقبه كان السراق اما حاشاك اما اللي خاتي معناها راسه مرفوع علاش ما تجيش تدافع على منظمتك فما قضيه ضد الاتحاد ولا لا فما شكون رفع قضيه ضد الاتحاد بيان احنا نفاهم القضايا ذاك في الفلكحه المعنيه نتاع التهم شنو هي بلي مدام ما فماش كل شيء كيبينا من اجل تهم جزائيه لا لا ما انا احنا فما بعض اللي فايل القنام رفعناهم للقضاء وانتهى الموضوع ما عندناش ناس بعينها قلنا ذوكم راهم عملوا حاجه ما عدا ذلك الاتحاد كانت فما شويه لخبط على مستوى الماليه ما كانش عنده الحقيقه خدمه معناها ديزون واضحه او سولون لي نورم سولون لي ريغل دولار انا محاميه قانونيه دونك جي سي ما باش نوضح ونطبق القانون دونك تويكا حتى الدوله نفسها في تقاريرها اللي بعثتهم لي ليا انا تقول لي رئيس الاتحاد والمكتب الجديد وهيكل الجديده قاعدة تخدم تبقى القواعد الجديدة وزي عاونوها ملك أي وراهم عملوا مجهود كبير يقولوا حتى في التقارير الكتابية يقولوا هذاك علاش قلت لك أنا المسألة أولا فما فتور بما من بنات الاتحاد لقدم أنهم يدافعوا بأكثر شراسة عن الاتحاد يضغط الضغط على خاطر مؤسف عوض يدافعوا بأكثر شراسة ولاو في معركة يحبوا انا نولي رئيسه المكتب التنفيذي اللي تحب تولي رئيسه وانا ندعوهم من ها ومن هالمنبر تفضلوا جاوا وليوا رئيسات مانيش باش نقعد رئيسه الاتحاد لاني يعني انا نمل بالتداول انا مراه ديمقراطيه اذا ما نكرسش الديمقراطيه مع روحي ما لمعشكمش معناها ماشي شعارات كل بنات الاتحاد قدم وجدد قادرات انهم يوليوا رئيسات وغدوه يتفضلوا في مؤتمرنا يترشحوا. وقت المؤتمر نتاع الاتحاد؟ كان من المفروض نعملوه السنة تعطلنا اللي بأسباب من كملناش مؤتمراتنا الجهوية أكيد السنة المقبلة وكل بنات مرحبا بكم وترشحوا للرئاسة ومرحبا بكم على رأس الاتحاد وهذا ينور الاتحاد التداول على السلطة والرئاسة فيه ينور ويزيد من قيمة المنظمة ومن ساء المنظمة ومن ساء تونس لأنه باش نوريه للسياسيين اللي يقسيوا فينا كون احنا ديمقراطيين ونمنوا بالتداول وما احناش مكبشين في الكرسي دونك فما مؤسف انه لقدم الاتحاد عاملين عركه لبرا من اجل شكون اللي تجي تشد الكرسي مش من اجل كيفاش يقعد الاتحاد انا ماذا بيا ندعوهم انهم يعملوا المعركه نتاع يقعد المنظمه وجوده مهدد في الظل هذه اذا كانت لما تواصلت لما يتهددش اذا توصل لعدم دفع الاجور هو فما الحقيقه مش باش نخبي عليك فما مطلب من الاسبوع المنقضي من موظفي الاتحاد انهم يمروا الى شكل اخر من اشكال النضال اللي هي قوية برشا اللي ربما تؤدي إلى بيع العديد من ممتلكات المنظمة أو أي مش نبيعوا أو ما نعرفش معناها هذايا زاد عندنا مكتب تنفيذي باش ندعيوا له الأسبوع هذايا على ضوء المطالب الموظفين لأنهم يحبوا حاجة ما أقوى وأنا نعرف شنو يحبوا مش باش نقولوا اليوم نخلي لهم يعني نخليه الفرصة حتى من هنا الغدوة شنو اللي باش نعملوا لكن فما حاجة ست سمان موفى هذا الأسبوع باش يكون فما حاجة أخرى أقوى من اللي عملناه الكل وعلى إثره أما إفكتيفمون للأسف وعم نحتفلوا بستين سنة نحتفلوا ب نلقاو روحنا نحلوا في المنظمة ولا نبيعوا في ممتلكاتها ونحطوا في الناس في الشارع بلاش جواندويت مت الرجال يا ريتني بلاش جواندويت أي حل الاتحاد اليوم بيد شكون؟ بيد رئيس الحكومة فما هو رئيس الجمهورية
ما نتصورش ان السيد رئيس الجمهوريه حتى ولو صلاحيته الدستوريه معنا في نطاق الاختصاص ما عنده شي مسؤوليه في المساله دي. مع كامل محبتي ليه هو زميلي ساعة قبل ما يكون رئيسنا يلزمه ياخذ موقف اكثر من هكا، ويلزم المستشارين اللي بحذاه يفهموا كونه مش الدافع على على كيفاش باش نقول هيكل تجمع، ما نحبش نقول الكلام اللي استعملوا فيه هما، راك تدافع على مكتسبات هالبلاد هذه وراك تدافع على مطلب وطني، وراه المنظمه اكبر من اكبر مني ومنهم هما الكل، وراه تختزل مشروع برقيبي على الاقل، وراه تختزل ذاكرت ونضالات نسيتونس اللي كانوا يضربوا فيهم بالحجر من اجل البرامج نتاع المحو الاميه وال اسمها الكونترسيبسيون معناها تحديد النسل، ولو لك نسي هذوكم ونضالاتك نسي هذوكم والجري نتاع نسي هذوكم ما تلقاش تونس حتى بحجمها هذا. دونك سامحني والمعذره ما فهمش، نحشم شويه على رواحنا، راهو التاريخ ما يرحمش، كيف ما يرحمش نضالات الناس هذوك اللي تعملت ودموعهم وظلمهم والله اعلم شنو جرى فيهم وقداش تعبوا، هذاك عرقهم معناها في مسؤوليتنا احنا في رقبنا احنا. دونك يزيو من الاتحاد كان يعملوا ما يعملش، الناس اللي كانت تعمل فيه كان عملوا حاجه حاكموهم، واذا ما عملوا حتى شيء خليوا هالمنظمه تخدم على روحها وهالناس هذوما ياخذوا اجورهم وما همش. المنظمه نتاعنا ماهيش انقص من المنظمات الاخرى، ما قدمتش اقل ما اللي قدموه المنظمات الاخرى، كيف ما قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلين من اجل تحرير الوطن، حتى الاتحاد الوطني للمراه التونسيه قدم مناضلين ومناضلات، واحنا بصدد اعداد وشريط وثائقي باش نقدموه في الستينيه نتاعنا، تنوريوكم نساء تونس شنو عملت في الفلاقه وفي الدنيا الكل، دونك راهو ما فما حتى حد يزايد علينا، نساء تونس نساء ونص بالحق، عملنا كل ما في وسعنا من اجل هالبلاد هذيا، من اجل تحرير كما من اجل معركه بناء تونس، كما توا من أجل زيادة معركة احترام المواطن التونسي، ولولا نساء تونس ربما رانا ما حناش لهنا، ولولا زاد المنظمة الوطنية هذيك حتى رجال تونس ربما ما عندهمش هالوجه هذا. إن شاء الله يكون عندهم الصمود نتاعكم زاد، إن شاء الله يكون عندهم. ميسالش احنا عطيناهم على كل حال، كيما صمدوا نساء تونس قبل وما باعوش رواحهم، كيما نساء تونس اليوم كيف كيف صامدات وما يبيعوش رواحهم، وبقدرة الله بالمنظمة زاد ديما نقولها وبلاش منظمة، نساء تونس راهو ماشي في بالهم كيف يفكوا المنظمة باش ينجموا يدجنوهم، صعب عليهم ياسر نساء تونس، صعاب ياسر. ورينا بالكاشف كونه كل قارية كل مش قارية الكلنا أذكياء ونعرفوا شنو يصلح بينا، وراهو لن نجموا ياخذونا نوليو جواري ولا نوليو مجاهدات ولا نوليو تابعات ولا حتى شيء. معناها راهو المنظمة هذية كان مش في بالكم كي نقضيو عليها باش تقضيو على صمود المرأة التونسية، راهو صعيب ياسر. رانا احنا ما احنا جايين في معركة، احنا جايين من أجل إنقاذ المرأة اللي هي تعاني من التهميش، تعاني أكثر نسبة من الشعب التونسي يعاني من الفقر من الأمية من الجهل من أمراض، هما نساء تونس ونساء تونس هذوما مسحقين لنساء كيفنا احنا، ياخذوا بإيدهم يسمعوهم يأزروهم يعاونوهم يساعدوهم، وانت كدولة مستحقة المنظمات كيفنا احنا من أجل مواصلة نفس الرسالة اللي ما نتصورش انه احنا اليوم في قطيعة مع الحكومة الحالية، لأنه نحملوا نفس الأفكار نحملوا نفس التوجهات، مي علاش قاعدين نضيعوا في الوقت جم دوموند، وهذا السؤال قلت للسيده الوزيره قلت لها رانا نضيعوا في الوقت، رانا نضيعوا في الوقت توا ست سنين نورمالمون معناها في ظل الوضع هذا راه مواصل الاتحاد البرامج نتاعو خاصه في المناطق الداخليه المراه الريفيه التمكين الاقتصادي جوستومون بيان سور، وحاجه اخرى مش نضيعوا في الوقت وكهو، اما توا المساله ما عادش توا معروف، ما عرفش شكون جاي يناضل، شكون جاي من اجل حمايه منظمه، شكون جاي من اجل حلها، شكون جاي طمع في كرسي، الاوراق كلها مكشوفة بالنسبة للاتحاد الوطني المرأة التونسية، وما نتصورش انه الحكومة او الناس اللي عندها سيرة بالاتحاد ما تعرفش احنا الواهجين، ما عندناش رانا غايات سياسية، احنا كل ما يهمنا انه هالمنظمة ما يقعش حلها، لانه كانت فما دعاوى من اجل حلها ومن اجل تفكيكها الى مجموعة جمعيات، او كيف ما مشى التجمع تمشي هي، احنا صمدنا من اجل انه المنظمه تقعد ومنعته من حاليا اذا تتصوروا انه احنا قاعدين رانا ما حناش باش نخرجوا، باش نخرج نحب نطمن الناس الكل اللي تستنى متين راضيه تخرج، راني ناويه نخرج في مؤتمر ونعطي الباساسيون لامراه اخرى تحمل المشعل عليا كما انا حملت المشعل على غيري، وهذيك هي سنه الحياه كل واحد
التداول وانا ربما نمشي لبلاصه اخرى وغيري ونسيد سويت. واحنا نزيد ونعطي المهم تواصل المنظمه ولعبها دورها خاصه مجد التواصل الحيوط وكهو كموجوده ضمن المؤسسه منظمه المجتمع المدني. لازمنا نخدموا ومؤسف انه في الوقت اللي انت مستحقه تقولوا نحبوا نقاوموا الارهاب مستحقين للمراه والاسره ودور المراه في مقاومه الارهاب ويلزمنا نتقابلوا اي لكن النساء ومش تمشي لهم مش تمشي مش مع كامل احترامي للجمعيات النسائيه الاخرى اللي هي جمعيات صغيره احنا اللي لانه زاد حتى بالوقت احنا حتى عندنا انتشار الانتشار معناها ناكد لك انا تو نحبوا على حاجه انا من تونس من هنا تو نكلم لك بن قردين تو تكون توا في الفوار ولا شنو تحب علي ايميديتمون وهذاك هي القوه نتاع الاتحاد وهذاك علاش هما حاشتهم بالاتحاد ميرا والاتحاد القاعده نتاعو حاشتهم بها حاشتهم بالقاعده لكن القاعده نتاعنا ما تتباعش حتى احنا ما نتباعوش راهو تاعبين اللي يتصور انه نسى الاتحاد يتباعوا رانا ما نتباعوش نعاودها الف مره لا احنا لا نسى تونس رانا نعرفوا شنو نحبوا وين ماشيين ورانا اهدافنا واضحه اهدافنا هي خدمه نساء تونس مساعده نساء تونس مؤازره نساء تونس والرفع من شانهم لا اكثر ولا اقل ما احناش في معركه سياسيه تدخلوا فينا في المعارك السياسيه المساله ما تعنينيش انا ما يعنيني حتى حزب انا يعنيني الحزب اللي يدافع على حقوق المراه انا معاه الحزب اللي في خصومه مع حقوقنا انا بيان سور جو سوي لا بو لوي دير راك غلط وراك لهنا مسيت من حقوقي تبقى المواثيق الدوليه او تبقى الدستور او تبقى حتى القوانين الوضعيه هذاك دورنا المجتمع المدني علاش انت في منظمات اخرى ترى هذاك دورك تقبل الدور وتجي للنساء وتقول وتدافع عليه وتجي لنا احنا وتقول لا ما عندكمش الحق ما عندناش الحق ان نعبروا على معناها ما يخالج نساء تونس ونقولوا راهو هذايا لهنا راكم مسيتونا في حقوقنا مثلا مساله التناصف ما عندناش الحق ان نقولوا تبديو رايكم تونس حتى لو كان منظمه مش سياسيه لكن عندها الحق تبدي رايها في كل ما يهم المراه بيان سور هذا هو دورنا ولكن كما توا مثلا اعداد المراه نورمالمون الاتحاد توا قاعد في مختلف مناطق الجمهوريه مجند المكاتب المحليه نتاعو لمساله الاعداد نتاع المراه واقناعها بضروره المشاركه في الانتخابات البلديه. يا سور لانه تعرف اللي التوانسه عاصفين. اي جوستومون التوانسه عاصفين على يقولوا بعد علاش المواطن التونسي مش قاعد يشارك في الحياه السياسيه وعلاش النساء ولا النساء ماهيش قاعده ما فماش كثافه او الشباب ما عينتهمش. بيان سور الناس لانه ما فماش تواصل البارح في اللقاء الشبابي هذايا الناس كل بعض نحبوا ناخذوا انخراطات ومادام اجينا ونحبوا نعملوا اكثر محاضرات في المبيتات معناها لانه احنا عندنا لغه تختلف على السياسيين احنا ما احناش جايينهم من اجل استقطابهم الحزبي انا جايه من اجل فكره وحقوق فقط. شكرا لك. وقت الستينات الاتحاد؟ نهار 13 اوت نعملوا 60 سنه من عمر المنظمه النسائيه عيد المراه و 60 سنه ان شاء الله نكونوا في المواكبه وان شاء الله تكون احتفاليه خاصه وخاصه ان شاء الله يحتفل ان شاء الله وزيره الثقافه زاده تعطينا مهرجان 13 اوت لانه ما تنساش الترويكا قصت وقعدنا معناها ان شاء الله سنه السيده الوزيره هاني نزيد نقول لها انه بمناسبه 60 سنه من عمر الاتحاد انه سنه يرجع يوم 13 اوت لفئه الاتحاد الوطني للمراه التونسية حتى يعمل الاحتفال نتاعه واللي هو ان شاء الله يكون ديني بالمراه التونسية لانه احنا ما نحبوش 60 سنه اتحاد بقدر ما هو 60 سنه من النضال النسوي لانه اتحاد هو يهم النساء الكل و60 سنه من النضال النسوي ومن الصمود النسوي من اجل تونس الباهي وان شاء الله 60 سنه تحتفلوا بها وقد تحل نهائيا المشكل هذايا وخلصوا الاعتمادات نتاعكم وخلصت ان شاء الله هالناس حتى يقوم الاتحاد الوطني للمراه التونسيه كمنظمه مهمه في البلاد 60 سنه مش شويه يقوم بالدور نتاعو. شكرا لك استاذه راضيه الحداد رئيسه الاتحاد الوطني للمراه. شكرا.